فن تشيكي. مرحبا يا أصدقاء، اليوم سنتعلم كيفية رسم الفاكهة. ما هي فاكهتك المفضلة؟ أنا أحب الكرز، لذلك سأرسمه أولا. اثنين من الكرز جنبا إلى جنب، يبدو تقريبا على شكل قلب لكن مستدير قليلا. بعض السيقان والأوراق، كان ذلك سهلا. الآن بعض الخطوط الطويلة للموز. نرسم ثلاثة في مجموعة. التالية هي التفاحة، تشبه الكرز قليلاً مع الانبعاج في القاع أيضاً، وبالطبع أكبر من ذلك بكثير. شكل الكمثرى، نعلم جميعاً كيف يبدو شكل الكمثرى، هل هذا صحيح؟ وشريحة بطيخ، هذا صحيح. نرسم قاعاً متعرج ومثلث في الأعلى مع بعض البذور. أخيراً وليس آخراً، سنرسم عنقود عنب. نبدأ من الورقة المتعرجة والجذع، وبعد ذلك الكثير من الدوائر بجانب بعضها، هكذا تماما. ها هي، وقت التلوين. أوه، سنلون الأوراق بالأخضر والأحمر. هل تحب الكرز؟ أنا أيضا. جميل. التالي سيكون الموز. أصفر، لأنه سيكون موز ناضج وشهي. هل حاولت الحصول على موزة بالعسل؟ إنها لذيذة، خاصة في شطيرتين. البني لنهاية الموز والساق. الآن أخضر لأوراق التفاح والأحمر للتفاحة. بالطبع يمكننا تلوين التفاح بألوان مختلفة حتى تتمكن من اختيار اللون الذي تحبه، لكننا نلون التفاح الأحمر للعصير. حان الوقت لتلوين أوراق الكمثرى. نلون الكمثرى بالأخضر الفاتح. لون بحذر بين الخطوط. وانتهينا. ها أنت ذا. التالي هي شريحة البطيخ. أوه، لذيذ. أحب أكل هذه في يوم صيفي حار. الأخضر للحافة. أخيراً وليس آخراً، سنلون عنقود العنب بالبنفسجي. وللعنب ألوان مختلفة أيضاً، أحمر، أسود، أخضر فاتح وداكن، حتى تتمكن من اختيار المفضل لديك. أنا أحب الداكن أكثر لأنه لذيذ. المزيد من التلوين. والآن لنلون الورقة. يا لها من ورقة جميلة. إذا كنت قد استمتعت بالرسم وتلوين هذه الثمار، يمكنك الذهاب إلى المنزل. لماذا لا تحاول مشاركة الفيديو ليتعلم غيرك؟ حظا سعيدا. اشترك في القناة لمشاهدة المزيد. فن تشيكي.